عاد الطيران الحربي الروسي ليكثف غاراته على مناطق متفرقة من شمال غرب سوريا، لا سيما ريف إدلب الذي شهد 6 غارات روسية جديدة تنذر بتصعيد عسكري خلال الفترة القادمة. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بفقدان مدنيين 2 لحياتهما وإصابة 2 آخرين بغارات للطائرات الحربية الروسية على قرية بسبت التابعة لناحية جسر الشغور بريف إدلب الغربي، بالتزامن مع استهداف طائرات روسية كلا من النهر الأبيض ومحيط الغسانية وكمعايا بريف جسر الشغور. وفي سياق متصل، قتل عنصر من قوات الحكومة السورية برصاص هيئة تحرير الشام الإرهابية جبهة النصرة سابقاً على محور السرمانية بريف حماة الشمالية الغربي، بالتزامن مع مقتل عنصر آخر من القوات الحكومية برصاص الهيئة الإرهابية على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي. من جانبها، قصفت قوات الحكومة السورية بعشرات القذائف المدفعية محيط بزابور في جبل الأربعين وقرى الفطيرة وفليفل وسفوهن بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي دون ورود معلومات عن حجم الخسائر. قصف جاء بالتزامن مع استهدافات متبادلة بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي على محوري المشاريع بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي وكبانة بريف اللاذقية الشمالي دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.